أولاً كنبغي نشكر الزميلين ديالي على المداخلة ديالهم، سواء سي المنسق الوطني اللي اعطانا رؤية حول المسار اللي قطع الملف وخاصة الشق الطبي، وأيضاً الزميلة ديالي إيمان المسار اللي قطع الملف من الشق الصيدلي. أنا اليوم وكنشكركم أيضاً أنتم على تلبية الدعوة وإطارة هذا الموضوع على مستوى الرأي العمومي أو الرأي العام. الزملاء ديالي اليوم كلفوني باش نهضر تقنياً على الملف ونوضحوا بزاف ديال المغالطات ولا بزاف ديال الافكار اللي كتكون رائجه في الوسط الراي العمومي. اول نقطه اللي بغيت نتكلم عليها هو لماذا كان الموقف ديال طلبه الطب من اليوم الاول هو الرفض القاطع لتقليص عدد سنوات الدراسه، واليوم نبرزوا تقنيا علاش وصلنا لهذا المستوى. اولا طلبة ما عمرهم كانوا ضد الإصلاح، هذه عبرنا عليها في العديد من الاجتماعات. لمدة سنتين في 2022 و2023 ساهمنا في الإصلاح وساهمنا في الرؤية الشاملة اللي كانت في السياسة العمومية لبلادنا، خاصة في القطاع الصحي والذي أطره النموذج التنموي الجديد. في الأول كانوا اجتماعات على أساس تقليص عدد سنوات الدراسة الى 5 سنوات كيف ما جاء في توجيهات ديال النموذج التنموي الجديد، اضافه الى 2 أو 3 سنوات من طب الاسره. يعني المسار ديال الطبيب او التكوين ديال الطبيب كان غادي يكون تقريبا في واحد 8 سنوات إلى 9 سنوات، الا انه بعد ما تم القرار ديال ان السنوات الدراسية الأولى واللي تعتبر مشتركة والأساس ديال جميع التخصصات هذه تكون في حدود 6 سنوات. هذا كان مقترح ديال السادة العمداء اللي قالوا أن زعما لا يمكن أن نلخص العلوم الطبية والأساسية كلها في 5 سنوات بل 6 سنوات، إضافة إلى 2 من طب الأسرة. كنا غاديين في هذا المسار تاع الإصلاح، كنا متفائلين بزاف، كنا زعما كنساهموا بشكل كبير عبر الحضور في الاجتماعات الوزاريه اللي كان كيكون فيها جميع المتداخلين، الا انه واحد النهار تفاجئنا بالسحب تاع المشروع تاع طب الاسره، لانه كانوا سيناريوهات ان طب الاسره نشوفوا النموذج الالماني، نشوفوا النموذج ديال كوبا، نشوفوا يعني كاينين بزاف النماذج. اليوم اللي تسحب المشروع تاع طب الاسره ما ديش يبقى تخصص وما ديش يبقى تكوين ديال 2، بقى أمامنا فقط القرار ديال التقليص ديال 6 سنوات. طلب لحد الآن ما استنفروش وقالوا لا لماذا تم وكذا وكذا، بل بالعكس كانوا متفائلين أكثر وطالبوا بالتوضيح ديال لماذا قلصنا عدد السنوات. الجواب الأول اللي كان من طرف الوزارة ألا وهو أن السنة السابعة ما كان ديروا فيها والو، وهذا الشيء تصرح داخل المؤسسات الدستورية ديال بلادنا. أكيد طلبة عارفين الأهمية تاع السنة السابعة، وأكيد الناس ولا الأطباء القدام عارفين كيف كيتعلم طالب في ديك السنة السابعة بالحرية قبل من أنه يخرج للميدان. إلا أننا نتفاجأ اليوم في 2024 كيخرج دفتر ضوابط بيداغوجية كيعاود يرجع ديك السنة السابعة بطريقة أخرى. علاش؟ لأنه في دفتر تاع الضوابط البيداغوجية القديم كنا كنقراو بصيغة 5+2، 5 من الدراسة الطبية الأساسية زائد سنة اللي كتكون ديال التكوين في السي اش او زائد سنة اللي كتكون ديال التكوين في البيريفيريك، بواحد المجمل ديال 4500 ساعة. اليوم في سي ام بي ان جديد اللي كيخرج أو دفتر الضوابط البيداغوجية كنلقاو أن ديك التقليص جا في ديك 5 الأساسية ولا 4 زائد سنة في لي سي اش او زائد سنه في البيريفيريك. الا ان الدفعات اللي طبق عليهم القرار في 2022 اللي تم القطع ديال السنه السابعه وليس اصلاح تكوين من السنه الاولى الى السنه السادسه لم يستفيدوا من هذه السنه التي تكون فرصه لهم بانهم يحتكوا بالميدان الصحي الحقيقي. يعني الميدان الصحي الحقيقي ولا الخصائص اللي هما فين عندنا في البلاد، عندنا في البيريفيريك، عندنا في المستشفيات الاقليميه والجهويه، هما اللي يعتبرون زعما المستشفيات من ولا العلاجات من المستوى الثاني، يعني قبل ما نوصلوا للسي اش او. يعني الوزاره اليوم جاوبت نفسها على الاهميه ديال السنه السابعه. الوزاره اليوم
قال بصريح العبارة أن السنتين الأخيرتين ديال التكوين واحدة في السي اش او واحدة في البيريفيريك مهمة. لذلك الوزارة اليوم كتأكد القول ديالها الطلبة في 7 أشهر وما كيقولوا بغينا ديك السنة السابعة أكدته اليوم الوزارة بعد تفطر الضوابط البيداغوجية. ثاني نقطة لا يمكن نكونوا كنتحددوا ولا كنتحددوا على الفوليوم اوغيغ ولا الحجم الزمني ديال الدراسة ديالي وتجي تقول لي لا راه انت باغي تمشي لبرا انت باغي تهاجر. هذا كان من احد زعما الحجج اللي كانوا كيبانوا قوية في الرأي العام عند الوزارة، لان ببساطة هي اللي كتلعب على الوتر الحساس ديال المواطن ولا اي شخص يعني ما فهمش في الملف مزيان. الا ان اليوم كنتفاجئوا سي ام بي ان جديد ديال 2024 اللي يطبق على لي باشولي اللي جايين ان الفوليوم اوغيغ ماشي تم النقص ديالو بل زياده فيه، انتقلنا من 4500 ساعه الى 5000 ساعه. هنا مره اخرى الوزاره كتبان متناقضه في الحجاج ديالها وكيزيد ياكد ويعزز القناعات ديال الطلبه اللي كانوا كيقولوا دائما ان بغينا جوده التكوين ديالنا، بغينا السنه السابعه، بغينا الفوليوم اوغيغ. هادشي كتاكدوا اليوم الوزاره كتاكد ان النضال ديالنا والمشروعيه ديال النضال ديالنا ما كانتش مبنيه على باطل بل كانت مبنيه على حجج قويه تعترف بها الوزاره اليوم. المسار ديال 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 الاجتماعات يقدر تكلم عليه السيد المنسق الوطني، الا انني كنبغي نرجع للاجتماع الاخير اللي كان في الوساطه البرلمانيه. اولا اجتماع ولا الدعوه تاع الوساطه البرلمانيه كانت في اقل من 24 ساعه والجميع تعب وجا باقصى سرعه، جينا كاملين باقصى سرعه وضربنا الطريق في الليل وجينا باش نحضروا. علاش؟ نظرا للايمان ديالنا بالاهميه ديال الوساطه المؤسساتيه. اليوم حنا مآمنين بالبرلمان بالاختلاف الفكري اللي فيه بالتنوع تاع الاحزاب السياسيه اللي فيه قادر على انه يدير تقارب الرؤى ما بين العرض الحكومي وما بين المطالب ديال الطلبه. في الاجتماع اللي حضرت ليه اعضاء اللجنه الوطنيه كنا واضحين مع الساده رؤساء الفرق البرلمانيه. قلنا اليوم نحن نتمسك بالعرض الحكومي، ماشي حنا ناس زعما متشائمين ولا ما بغيناش الحل، نتمسك. الا انه كاينين 4 نقاط خصهم يتصلحوا وبرزناهم. قلنا انه هاد السنوات من الدفعه الاولى الى الدفعه الخامسه نقولها بهذا المصطلح لا يمكن ان تكون ضحيه لتاخر في الاصلاح. كون واضحين كاينين 3 لي برومو هما اللي كاينين دروك 3 4 سركام دخلوا ب7 سنين تم تطبيق هذا القرار تاع التقليص وحيدوا لهم السنه السابعه، وكاينين 2 تاع لي برومو جداد اللي دخلوا في 2022 وما استفدوش من الاصلاح، دخلوا تلاقاو حتى هما السنه السابعه مقطوعه. اذا هاد 5 الدفعات من السنه الاولى الى السنه الخامسه لا يمكن ان تكون ضحيه تاع التاخر في الاصلاح. كنا واضحين معهم انه يجب ان يوافق او مواكبه القرار ديال التقليص مع الهندسه البيداغوجيه الجديده. الهندسه البيداغوجيه الجديده يلا طرحت في 2024 كان مشروع ديال دفتر الضوابط البيداغوجيه، يعني ان القرار ديال التقليص سواء يواكب هذا دفتر الضوابط البيداغوجيه، يعني هاد 5 دفعات يجب ان يتم اعفائهم ويرجعوا لدفتر الضوابط البيداغوجيه القديم. يعني هاد النقطه كنا واضحين وزعما جميع الرؤساء كانوا فاهمين هاد النقطه وشرحنا هاد النقطه. النقطه الثانيه اللي كنا واضحين فيها اكثر من اللازم وما يمكنش اليوم بعض التقالات اللي كاينين في الملف هما ما كيدخلوش في الملف، انا كنسميهم غير تقالات خصنا نحيدوهم. خاص الملف يخفاف، خاص الملف اي واحد يجي ديال الوساطه ولا بغي يحلو ما يلقاش ثقيل متشبك. كاينين العقوبات لا اساس لهم في الملف، ما عندهم حتى شي دور في الملف، خصهم يتسحبوا. قلنا لهم قبل اي امتحانات ومن اجل تعزيز الثقه وانا نشجعوا الطلبه يدخلوا، لان الطلبه ما مورس عليه في 7 اشهر راه وصلوا لواحد الحاله نفسيه اللي ما قادرينش باقي يتقبلوا انه ممكن باقي يدوز امتحانات. يعني يجب ان نعتني بهذه الشريحه وان الحكومه تعزز الثقه ما بين الطلبه والحكومه والوزارتين الوصيتين. لذلك كنا واضحين انه يجب رفع العقوبات، جميع العقوبات منها كل التوقيفات اللي كانت في حق 16 طالب اضافه الى سحب نقطه الصفر
نقطة صفر لا يمكن أن تبقى في مسار 20,000 طالب، ما يمكنش أو أكثر. إضافة إلى المسألة ديال الحل المكاتب، لا يمكن لمكاتب الطلبة عبر اللجنة الوطنية أن تبقى بدون إطار قانوني ينظمها، لأن الإطار القانوني الوحيد الذي يحمي الطلبة وكيعطيهم الحق في الاشتغال داخل الوسط الجامعي هم مكاتب ومجالس الطلبة عبر التنسيق اللي دايرين كلجنة وطنية. النقطة الرابعة اللي كنا واضحين فيها، لا بد أننا ندونوا هاد المخرجات في محضر اتفاق، هذا عرف وعمل كيدار في أي وساطة كيف ما كانت، ولا أي عرض حكومي، ولا أي قضية كانت سابقة كنشوفوا محضر اتفاق. حنا كنا اليوم يعني بغينا محضر اتفاق وسلمنا لهم النقط ديالنا، وقلنا لهم أننا حنا كنتيقوا في البرلمان وكنتيقوا في الوساطة البرلمانية، وأن الجميع اليوم خاص يستحضر باللي راه المستقبل ديال بلادنا ومستقبل ديال صحة المواطن هي التي في المحك. قالوا لنا نحن لسنا هنا للتفاوض، فكان جوابنا نفسه، نحن هنا لسنا للتفاوض. النقطة التي عندها علاقة بصحة المواطن ما ديش يكون المخرجات ديالها نتيجة على تفاوض، لا، خاص يكون نتيجة على حجج منطقية ومصلحة ديال المواطن وديال المريض. يعني موقف ديالنا من تأجيل ولا إعفاء الدفعات كان واضح، ماشي كنفاوضوا، إنما في مصلحة الوطن والمريض والمواطن. هذا عنده علاقة بما هو تقني في الملف، عنده علاقة بما هو كان في آخر اجتماع برزنا الصحافة باش أنهم يعرفوا زعما شنو كاين ويقدروا يتبعوا. ونقدر نخلي الزميل ديالي ياسر عكيف يكمل ما تبقى. وشكرا.